بات واقعا على الشباب البصري غير المتحزب أن يبقى ضحية العمل بالقطاع الخاص وعلى مسؤوليته الشخصية، فالوظائف الحكومية هي غنيمة الأحزاب والقوى النافذة منذ عقدين تقريبا، ليبقى هؤلاء الشباب رهائن للمزايدات والصفقات السياسية. يعني لا اكو احد يحمينا، لا قوانين مثلا توقف ويانا، لا مثلا للاسف لان يعني الانسان يتعرض الى اذى. ثانيا انه لا نفكر بس بالشباب، انه اكو جنس ثاني ويانا النساء تتعرض للاذى اكثر من عندنا بهواي. نأمل من هذه الشركات انه تستقطبهم ويمارسون عملهم من خلال وظائفهم الخاصة بهم. وكبادرات خاصة لا حكومية، حاولت إحدى التشكيلات المدنية إيجاد فرص العمل لآلاف العاطلين كما توضح الصورة، فاتحة قنوات الاتصال بين الشركات الخاصة وحكومة البصرة المحلية، عسى أن تلقى هكذا خطوة بالفائدة على من قرروا العيش كمستقلين لا منتمين للأحزاب والتيارات السياسية. احنا نطلب دعم الدولة للشركات، خاصة الشركات القطاع الخاص. يعني حقيقة للأمانة ما مدعومة شركاتنا، وإلا يعني هالموقف هذا يدمي القلب. هاي الشباب كلها باقي عاطلة عن العمل، لو اكو دعم حقيقي من الدولة للشركات المحلية والله نقدر نستوعب هاي الأعداد بكل سهولة. وإن شاء الله الشركات الحاضرة كلها تحاول مستطاعها أنه تلقى أفضل سبل أنه توظف أكبر عدد ممكن من المواطنين اللي ما لقوا فرصة عمل خلال الفترة اللي فاتت. تبادر المنظمات والجمعيات المدنية لإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص. هذه الخطوات تحتاج إلى الدعم الحكومي من ناحية الضمانات والمراقبة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.